الصلوات، وكنا قد قطعنا شوطا مع هذه الصورة في إرشادها إلى الأدب مع الله تعالى والأدب مع رسوله ومصطفاه، ثم الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون والمؤمنات من الأدب نحو إخوانهم بنبذ خبر الفساق ونقلهم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإلى الأدب في حضرة إخوانهم بترك السخرية والاستهزاء بهم والهمز والغمز عليهم وخطابهم بما يكرهون من الأسماء والصفات والألقاب. ونواصل الحديث مرة أخرى مع السورة في نداء جديد نبهت فيه إلى أن عالم الإسلام عالم نظيف، عالم نظيف المشاعر، مكفور الحرمات، مصون الغيبة كما هو مصون في الحضور، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، لا يؤخذ أحد فيه بالظن، ولا تتبع فيه العبارات المصونة، ولا يتعرض فيه لأمن الناس وكرامتهم بتجسس أو غيبة، ولا ينال من حريتهم بأدنى مساس. وهذا في النداء الخامس من نداءات الآلاف في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إخواني وأخواتي، لقد بدأت الصورة ذلك النداء على نسق النداءات السابقة بتسمية الإيمان في قلوب المؤمنين وتحريك مشاعرهم في نفوسهم، فتقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا الخطاب لك باسم الإيمان الذي آمنت به، باسم الشهادة، باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا، ولقد أعيد النداء خامس مرة في الصورة لاختلاف الغرض في كل مرة، فقد اختلف الغرض الذي استيقظت إليه الآية، وأيضا للاهتمام بما سيأتي من أوامر مستقلة فيه، حيث عالجت الصورة في هذا النداء، عالجت الصورة قبل هذا النداء سائر المنهيات التي يقع بها المسلم، يقع بها المسلم في حق إخوانه بمحضر منه، وهي هنا تنبه على المنهيات التي هي من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله، فالسخرية والاستهزاء التي سبقت هذه الآية تكون بمحضر من صاحبها. أما الظن وغيره لا يتفطن له من عومل به حتى يمكنه دفع ذلك عن نفسه أو السعي في إزالته من نفس من اعتقدها فيه، إذ هي أمور تدور من خلف صاحبها كالتجسس والغيبة.
ياكله مع القلب من صاحبه، ومنها ما هو سر في نفس صاحبه كالظلم، وهذا لا يعلمه إلا مولانا تبارك وتعالى. فالصورة تعالي هذه المعاملات السيئة الخفية في هذا البناء القرآني العظيم. والظلم هو ما بدأ به هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم. فما هو الظلم؟ وما المراد به؟ وما معنى الكثرة من هذا الظلم؟ هذا ما سنفصله في حديث هذه الآية. أما الظلم فكلنا يعلم أنه ما يختلج في النفس، يتحرك في النفس، ويخطر في القلب، ويجول في الخاطر من تهمة تجاه شخص معين أو حدث معين من غير دليل ولا برهان يترجح به ما خطر بالقلب. ليس هناك دليل، إنما هو مجرد الشك والتهمة. وما كان من الخواطر من غير دليل يترجح به يبقى مثل الوهم والشك، أوهام وشكوك، وهو سوء الظن الذي ينبغي اجتنابه هنا. فسوء الظن إذن هو عقد القلب والحكم بالسوء على الخلق اعتمادا على ما تردد في الصدر من أمارات وهمية أو خيالات عقلية بسبب كلمات تكلمها ذلك الشخص، أو حركة، أو إشارة ترى رجل يشير وأنت قادم فتظن أن الإشارة عليك فترتاب وتقول كانوا يقعون في حقي ويتكلمون في شأن هذا الضرير اللعين، هذا الذي يستحق الفلعنة، هذا الذي يفعل ويفعل ويفعل. وإنما جاءت الإشارة ناحيتك بالقدر، ولست مرادا أصلا في الحديث، لكن الخيال الذي وقع في قلبك أوقعك في هذا السوء الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يأتي ذلك كما قلنا بسبب كلمة أو حركة أو عمل تحتمل ما ظنه الظالم وقد لا تحتمله أصلا. فهذا سوء الظن. وإنما بدأ مولانا في النهي بالظن لأن الظن لو تفكرنا فيه رأيناه أنه هو السبب فيما تقدم في السورة من الوقوع في السخرية والاستهزاء، لما قال مولانا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الظن هو سبب السخرية أيضا، حيث أن الساخر بالآخرين دائما وأبدا يظن بنفسه خيرا ورفعة، وبمن سخر منه من الناس حطة وهوانا. هذا ظنه بنفسه، رأى أنه مقدم، أنه مفضل، ولذلك فإن من حقه أن يسخر من هؤلاء. كما أن الظن أيضا هو الذي تبنى عليه قبائح التجسس والغيبة التي أعقبت الظن بالنهي. كما قلنا، عندما تشك أو ترتاب بأنك أنت المراد بتلك الإشارة، أو أنك أنت المراد بتلك الكلمة، فتتسمع بأذنك إلى ما يقول هؤلاء الناس، وتتجسس وتسأل هذا وذاك: أرأيت فلان وفلان عندما كانوا جالسين يعني يجلسون في المكان الفلاني في ماذا كانوا يتحدثون؟ الظن هو الذي يوقع في التجسس، الظن هو الذي يوقع في الغيبة والهتان. ولذلك كان الظن رأسا في هذه المحرمات جميعها، وبالأخص إذا كان في حق المسلمين الذين ظاهرهم العدالة. السادة العلماء يقولون: اعلم أن سوء
كما أن الكلمة السيئة حرام، كذلك الظن السيء حرام. وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام القلوب سبحانه وتعالى. والظن، الظن بإخوانه سوءا، قد نازع ربه تبارك وتعالى في هذا الحصر، حيث ادعى لنفسه المشاركة في علم القلوب. فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك ذلك بعبارة لا تحتمل التأويل. وما لم تشاهده بعينك، نصيحة العلماء يقولون، ما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك، فإن الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه، يعني الشيطان، فإنه أفسق الفساق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من البشر، من إخوانكم، فما بالكم بالشيطان؟ هو الذي ألقى ذلك في نفسك، فألق ذلك عنك، فإنه خبر فاسق، بل هو أفسق الفساق. وقد قال الله تعالى في أول آداب المؤمنين والمؤمنات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيها الإخوة والأخوات، وبما أن الظن يبقى متأرجح بين النفي والإثبات، بين الصحة والخطأ، جاء هذا التكليف القرآني يأمر الناس بأن لا يتركوا نفوسهم مهلا لكل ما يعجز فيها من خواطر، ولكل ما يعجز فيها من هواجس الظنون والشكوك حول الآخرين. وينبغي أن نعلم أن ذكر الكثير في قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يأتي هذا الكثير في مقابل القليل. يعني لا يمكن أن نقول إن نسبة مئوية من الظن لا تجوز، يعني نقول 75% من الظن لا يجوز، بينما يجوز 25%. هذا ليس مراد الآية. الكثير هنا ليس في مقابل القليل، يعني اجتنبوا كثيرا من الظن فإن قليل الظن حلال وكثيره حرام، هذا ليس مراد. وإنما جاء ذكر الكثرة هنا مبهما ليحتاط المسلم من كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي قبيل هو، من الذي حققته البراهين والدلائل أم لا، لأن سوء الظن هو الأكثر والغالب على نفوس البشر. سوء الظن بالناس هو الأكثر والغالب على نفسي ونفسك. لماذا؟ أيضا في هذا قال العلماء: إنما كان سوء الظن أكثر لأن الإنسان مشغول على الهوى، ودواعي الهوى تجري في بعض النفوس جريان الطبيعة أحيانا، فيصير سوء الظن كالطبع، وما هو طبيعي أكثر، الأمور الطبيعية أكثر من العارضة. وخلاف الطبع يكون قصريا، كونك تخالف طبعك تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى يقين، إلى إيمان راسخ حتى تجاهد نفسك. وهذا لا يصلح مع كل أحد إلا من قدر على نهي النفس عن الهوى. هذه واحدة. وأيضا لأن الظن الذي طريقه العلم والدليل قليل، الظن الذي طريقه العلم والدليل والقرآن قليل، وغالب هذا يكون في المباحات التي أباحتها الشريعة، وهذا لا يقاس عليه، وإنما يكون القياس على الأكثر الذي هو سوء الظن. أيها الإخوة والأخوات، وقد تعلل القرآن تجنب الظن بأنه إثم وذنب، فقال: إن بعض الظن
إثم، وفي ذلك تعطيف للمسلم، تعطيف للمسلم على نفسه ليقيها مغبة الوقوع في ذلك الإثم الذي لا طائل من ورائه إلا أمراض القلوب ووجع النفس بإثارة الهواجس والخوف من إخوانه المحيطين به. والمتتبع من آية القرآن يرى مذمة الظن في كثير من آياته واضحة، فلقد ذكر الظن في القرآن الكريم في 56 موضعا، في 56 موضعا من مواضع القرآن ذكر الظن، منها 49 في سياق الذم، جاء مذموما في 49 موضعا، جاء بمعنى الشك والتهمة، وثمانية مواضع جاءت في سياق المدح، ومنها موضع واحد جاء في وصف حال المحتضر، حال العبد عند الموت، في قوله تعالى: وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولعل هذا الحصر إخواني وأخواتي لتلك الكلمة وتكرارها في القرآن يشير إلى أمر مهم، يشير إلى أن الظن في كثير من الأمور مذموم، وما دام النهي هنا منصبا على أكثر الظن والقاعدة تقول إن بعض الظن إثم، فإن إيحاء هذا التعبير للضمير المسلم هو اجتناب الظن أصلا، لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إثما، أي ظنونه تكون حراما ووبالا عليه. لذلك هذا مما ينبغي اجتنابه أصلا. إخواني وأخواتي، وإنما كان الظن مذموما إلى هذا الحد لأنه إما ينشأ عليه عمل مضاد كما بينا، أو يبقى مجرد اعتقاد في القلب، إما ينشأ عليه عمل مضاد كالتجسس والغيبة، أو يبقى مجرد اعتقاد في القلب، وهذا كما قلنا يؤلم القلب، وفي كليهما مفسدة اجتماعية كبيرة، فهذا ما سنصل معه الحديث معه إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه خالق السماوات، وأشهد أن سيدنا نبينا محمد رسول الله، أتقى الله فأتقاه وتوكل عليه فكفى واعتمد عليه فأوى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، تعليقا على حادثة حرب الطيار الأردني، فإننا كمسلمين هنا وفي كل مكان نأسى ونأسف على الحادث الأليم والقتل الشنيع الذي قتل به ذلك الطيار، وما نالته منه يد البغاة من خوارج العصر. حتى نكون على دراية الأحداث، لابد أن نعلم علم اليقين الذين لا براء من ذلك، فإذا نقرر شرعا أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحريق بالنار للحي من إنسان أو حيوان، يعني ليس النهي في ديننا مقتصرا على الحي من بني الإنسان، وإنما حتى على الحيوان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالحي من إنسان أو الحيوان، وثبت في الصحاح والسنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى.
لا يعلم النار إلا صاحب النار، إلا الخالق الذي خلق كل شيء. أما العبد كائنا من كان فلا يعذبه النار. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أبي شيبة ومسند البزار ومصنف عبد الرزاق وغيرهم من الكتب الكثير، أنه مر بقرية نمل قد حرقها الصحابة. أذكر أيضا نحن لنا حديث في النمل، لو الناس تسكت أصلا ما قيل لها في المسجد لعرفت إله. لما تحدثنا عن القتل الجماعي الذي حدث في فلسطين مرة ذكرنا حادثة قتل النملة التي قرية النمل التي قتلها النبي بسبب أن النملة نلوته، فقال له الله تعالى على لسان الملك أوحى إليه: هلا نملة واحدة هي نملة قاصتك؟ تقتل النمل كله عشان نملة قاصتك؟ حديث النمل. رسولنا أيضا صلى الله عليه وسلم مر بقرية نمل قد حرقها الصحابة لينزلوا مكانها، فلما رأى ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأصحابه: لا يعذب بها، يعني النار، أحد إلا الله تعالى وعز، فهو العزيز المقتدر. لا يعذب بها يعني النار أحد إلا الله تعالى وعز، فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها. هذا في نمل. وعلى هذا إجماع علماء الأمة، يعني لا خلاف بين العلماء في ذلك. لم يكن لأحد أن يخالفه كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. الحمد لله المكتبة الإسلامية عابرة منذ القدم بمناقشة الأحداث. ابن جرير الطبري له كتاب تهذيب الآثار، الإمام الطحاوي له مشكل الآثار، الإمام ابن قتيبة عنده تأويل مختلف الحديث. حتى نفهم الدين فهما صحيحا. فهذا لا خلاف عليه بين علماء الأمة، وليس لأحد أن يخالفه كما قال الإمام ابن جرير الطبري، وله في ذلك إبداع في الروايات التي نقلها. قال: ليس لأحد أن يخالف ذلك كائنا من كان. وأما عن احتجاج هؤلاء الطلاب، وهذا هو المهم الذي أخشى على المسلمين من الوقوع فيه، لأن الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد حرق الرجل المسمى بالفجأة السلمي وهو حي، لأنه أكثر القتل في المسلمين وأنهم به قد اقتدوا، فإن هذا محض افتراء، كذبوا في ذلك، فإن هذا الخبر من تشنيع الرافضة على الصديق الأكبر، هذا الخبر من تشنيع الروافض على سيدنا الصديق الأكبر أبو بكر، وقد تلقفه أنفاسه من الإعلاميين ليشنعوا به على الإسلام وأهله. وهذا الخبر الذي ذكر هؤلاء في بيانهم الكاذب أن لهم قدوة في ذلك، إنما روي في كتب التاريخ بأسانيد واهية، لا يستحيل المسلم الصادق أن يروي بها قصة من القصص المسلية. يعني أنا لا أستحيل لنفسي كطالب حديث إن أنا أروي بها قصة للتسليم. أسانيد لا تليق أن يروى بها حدث عن صحابي جليل كبير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول البلازني في فتاح البلدان:
أخبرنا ابن حبال عن شيوخه. ابن حبال نحن لا نعرفه، ليست له ترجمة. وشيوخ من شيوخ هذا المجهول؟ إذا كان هو مجهول فمن شيوخ هذا المجهول؟ ثم ما هو العصر الذي عاش فيه؟ وبينه وبين الصديق مراحل وأعوام، كيف قطعها؟ هذا الكلام لم يروى في كتاب من كتب السنة المعتبرة، وإنما روى في كتب التاريخ بأسانيد واهية لا يستحيل المسلم الصادق كما قلت أن يروي بها القصة. يعرف ذلك أهل الصناعة الحديث. ثم إنهم رووا في حديثهم الواهي المخترع أن الصديق في رواية ثانية أن الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل موته ندم على حرقه لهذا الرجل. هذا إسناد أيضا روي في كتب التاريخ رواه ابن جرير الطبري في التاريخ. والمؤرخ حاجته أن يجمع الروايات التي تسنده فيما يحكيه وفيما يقصه. أما ابن جرير الطبري المحدث عندما يتكلم كمحدث في تهذيب الآثار فينتقل هذا يبين لك أن المؤرخ همته أن يجمع كل ما وهو بصدد قصته التي يرويه. هذا روي في تاريخ الطبري في تاريخ دمشق لابن عساكر في كتب التاريخ. قبل موته ندم على حقه لهذا الرجل، وهذا أيضا إسناد فيه رجل منكر لا يعرف الحديث إلا به. تدور وتلف تلاقيه هو اللي يروي الحديث. فإذا رووا عن هذا الكذاب أو هذا المنكر الحديث أن الصديق ندم على حقه لهذا الرجل، فكيف اقتدوا به بفعله ولم يقتدوا به في ندمه رضي الله تعالى عنه وارضاه، مع ان الندم هو اخر ما كان منه. لو صح الخبر الندم هو اخر ما كان منه، وما كان اخرا ينسخ ما كان اولا، هذا هو العلم. ما كان منه اخرا ينسخ ما كان منه اولا. هذا مع النفوس الصحيحه عندما تريد القدوه وتكون نفسك صحيحة، لو صح الخبر تنظر في هذا الصديق ندم فتقتدي به في الترك لا في الفعل، لأنه ندم على الفعل. أما النفوس المريضة فلا تعتبر الأحداث ولا المناسبات ولا الروايات، وإنما تفعل ما يمليه عليهم الشيطان ثم ينسبونه للقرآن والسنة وفعل سادة الأنام بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخاصة القدوة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الصادق الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأكثر ما نجد هذا الحديث كما قلنا في تشنيع الرافضة على الصديق. فلا ما أحب أن أقوله لا تسمعوا لهؤلاء المغلطين ولا تصدقوهم، وإياك أن تردد خلفهم أن هذا من فعل أكابر الأم. هذا موضوع آخر، حرق القيم وإنسان هذا موضوع طويل قد نتحدث فيه معه، لكن لا تصدقوا هؤلاء ولا تسمعوا لهم ولا تردوا أخبارهم ولا تردوا. وأنا خصوصا أتحدث اجتنبوا كثيرا من الظن حتى أنبه المسلمين على أن يمسكوا ألسنتهم. لا تردوا هذا فإنه كذب، ولا تسمعوا لهؤلاء، وثقوا بأن دينكم دين شريعة وسياسة جمعت بين الرحمة والإنصاف، وهذا بفضل الله تعالى لا يوجد في دين غير دين الإسلام. شريعة وسياسة جمعت بين الرحمة والإنصاف في آن واحد.
ما يقولونه عن الإسلام، ولا تصدقوهم في ادعاء الخلافة ولا الدولة التي يتحدثون عنها، فإنهم كذبة فجرة، فجروا في قولهم وفجروا في قدوتهم وفجروا في كل شيء يقولونه ويفعلونه. وحسبك أنهم سلطوا على أهل السنة في العراق وأهل السنة في سوريا، لتعلم من هم ومن وراءهم. أقول هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أنه يرزقنا وإياكم العقل الواعي والعقل المسلم الصادق الذي يتبع القدوة في محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضوان الله تعالى عليه. تفضل.